نحن نعتقد أن الحق المكرس في الميثاق بشأن تقرير المصير هو حق لا أساسي، وهذا الأمر لا حقيقي بالنسبة لشعب الصحراء الغربية. هنا فإن حق تقرير المصير لابد أن يحترم، وشعب الصحراء الغربية لا يزال قابع تحت الاحتلال. وبالتالي نحن ندعو المغرب، ونحن بالأحرى نتذكر أن المغرب قد دعمت حقنا في تقرير المصير، والآن ندعو المغرب إلى فعل نفس هذا الأمر مع شعب الصحراء الغربية.